صباح الخير، اليوم رح نكرم طلاب الصف الأول اللي حصلوا على أعلى نتائج لامتحان الشهر الأول شهر 9. بالمرتبة الأولى اللي حصلت على أعلى علامات الطالبة رويدة أشرف مكان. يلا يا رويدة، يلا مبارك يا رويدة، تفضلي. بالمرتبة الثانية عماد أحمد الخلفاوي، تفضل أخ عماد. يلا ألف مبروك يا عماد. الطالبة سوار ماجد، يلا يا سوار تفضلي. والطالبة تالين تامر البطوش، تفضلي يا تالين. هون الطالب يامن عبد الكريم ابو ليلى غايب، والطالب محمد رسول شرادقه. يا تفضل يا تفضل حبيبي. معه بس يامن.